يفكر أحكامه. فرق بين المبدأ وآثاره يا رجل، أي منطق هذا؟ أي منهج هذا في الاستنباط؟ فرق بين المبدأ وآثار المبدأ. من تأمل في الشريعة وغضونها وتفاصيلها وأنحائها أيها الإخوة من غير ما زاوية من زوايا النظر، رأى أن الشرع الحنيف يفرق بين الكفر وآثاره، يفرق بين الكفر وبين الشرك من جهة، وبين الكافر والمشرك من جهة أخرى. هذا له حكم وهذا له أحكام تتعاطى مع الظروف والملابسات والاشتراطات والإكراهات وأشياء كثيرة، أليس كذلك؟ هذا هو. ولذلك قالوا ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، لأنه قد يقع مؤمن موحد في الكفر وليس بكافر، ولا يأخذ أحكام الكافرين أيضا. حتى هذا من جهة الآثار، حتى هذا من جهة الآثار بحيالها، هذا شيء وهذا شيء.